ومتابعة لهذا الاتفاق معنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. بعد اقتتال لأشهر وربما سنوات، ما أهمية هذا الاتفاق وأي ضمانات يعني يؤمنها لتسليم هذا السلاح المتفلت في تيغراي؟ جابر، روبير، أهمية هذا الاتفاق يأتي في إطار حفظ الدماء بين الأطراف المتنازعة وكذلك شعب تيغراي الذي ذاق الأمرين من خلال حرب استمرت لعامين كاملين بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية الأثيوبية. اليوم نستطيع أن نقول بأن الاتحاد الأفريقي نجح في إيصال الأطراف المختلفة، حتى وإن كانت هذه المفاوضات ربما تحت الطاولة، استطاع الاتحاد الأفريقي أن ينجز إنجازا كبيرا، استطاع من خلال أن يحقن الدماء بين الأطراف المتنازعة، خاصة وأن هذه الحرب استنزفت أبرياء بالآلاف من الأطراف المختلفة، خاصة شعب تيغراي الذي كان قد نزح جزءا منه إلى السودان وإلى مناطق مختلفة، وكذلك تأثرت المناطق والأقاليم القريبة مثل أقليم أمهرة وعفار جراء هذه المعارك التي استمرت لعامين. الحكومة الأثيوبية أشارت في هذا الاتجاه أن على الاتحاد الأفريقي وكذلك الشركاء أن يكونوا صادقين في تنفيذ هذا الاتفاق. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على لسان متحدثها جتات سوريدا والذي كان قد جمعه ربما على الأقل لهذا اليوم الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي على مسافة ربما قريبة من بعض في المؤتمر الصحفي الذي انتهى قبل لحظات، أشار فيه جتات سوريدا أن شعب تيغراي تحمل الكثير من الويلات وأن عليه أن يستقر الآن. عملية نزع السلاح من جبهة تحرير تيغراي وإعادة سيادة أثيوبيا وضم الجيش في جيش ربما موحد يعطي أملا لكل الأثيوبيين أن يكون هناك سلام واستقرار. الاتحاد الأوروبي من جانبه شكر أطراف النزاع وقال أنهما صبرا على المحادثات التي استمرت لعشرة أيام، مشيرا إلى المجتمع الدولي أيضا دفع بجهود كبيرة في هذا الاتجاه. ومن المتوقع أن يحدث هذا الاتفاق اختراقا كبيرا إذا ما صدقت النوايا بين الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي وكذلك الأطراف المتنازعة في أثيوبيا. روبير، من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مراسلنا جابر المنصور.